وبشكر صاحب الفرح اخويا وصاحبي ومحب مصر الاول المستشار ترك آل الشيخ. بقول له متشكرين النهارده انك رجعت السوبر المصري السعودي، متشكرين النهارده على البطوله العربيه اللي كان بيسحب قرعتها اخونا الاستاذ مدحت شلبي. النهارده في بطوله عربيه من اقوى البطولات على الساحه العالميه، اقوى من الافريقيه واقوى من غيرها دلوقتي. انا مهما اقول من شكر، مهما اقول من شكر للشعب السعودي والاعلام السعودي ومسؤولين رئيس اتحاد رئيس نادي الهلال.